جيل 5340 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب و 5021 حالة شفاء و 69 حالة وفاة خلال 24 ساعة، فيما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 إلى 46.6%. وقد بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة حسب الحصيلة الأخيرة 292 حالة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1671 حالة، منها 1041 حالة تحت التنفس الاصطناعي. من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 تجاوز 15,342,370 شخصا، فيما فاق عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11,069,848 شخصا.